الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالاعتبار والتفكر في مخلوقاته، فما أسعد من اعتبر قلبه وتفكر لبه فيما خلقه الله له وفيما قدره الله عليه. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من عبادات القلوب التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، قلبر عبادت زين الدوار مؤمن الله ركا قريبا ربطر التفكر والاعتبار. تفكر قلب لي تعمل قران حقيقة آخر أنجام يا نري بزيفرون حقيقة ري بزيفرون تفكر هديا. اعتبار نزر حالت ليري أرزنر نزر نفسر حالت لي أرزنر حالت ليري قياس قران زي سيسين أرزنر دا شيء إسي سينو تمر دا آيت فاري إسبب بيان زودي فاقي دولي وبا شانتيت سعيد زي أرزنر كس هاي عبرت حاصل غري فجي قرآن مزي بشي تفكر غري بلا تفكر غري التعريف تفكر يعني كان درزا عبرت حاصل غري بار يعني ركا أمر غجي الله رمزي تفكر غري بلا عبرت حاصل غري بلا. فاعتبروا يا أولي الأبصار أخو المنوري عبرة حاصل قريب الله نظر لغاي زهام الدوارة سازع الشيء إهامين إري ديب الله نولي هميان قل لي ترارور يسازع عبودي يعني ركي عبرة حاصل قريب الله خير دي شرر قجس لي تفكرت فكري فكر لوي منشتو إرادة يي نولي بالغ رزا نولي خراف إري ديازا آدر فويدا نولي خراف نفرت فويدا. قرآن مزي تدبر بابتي عبرت بابتي نظر لغاي تفكر ولا يخفى أن الفكر فكر خديان سبحان الله فور ركن سابي مفتاح الأنوار عند الله زدون علما سي معرفة سي هم بقنر قجة بوزونر منشيان خويفر تفكر يان أبز بشي فضيلة على ديان المرتبة بشي وصل دي كنتو اترى حقيقة فايدة مصدر يعني تجاهل مزي جهلة التفكر تفكر الله رأى آيات كوني زين ده هذا عند الله شرعي قرآن حديث إين رك تفكر قران يعني كان إين ما نرسابي علم يقين ركن رأسا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عند سوكليرن سينما ذي قلبا سديان عند حقيقة عند ويديان. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون خوني تفكرت فايدفا ذاتو آخلاسي ذي آخل استعمال غري تدبر غري تفكر غري إتارا غفلة حالت غفلت تفجي دي مانوش سزحي دي جانوار دلو يدي ايسي سينور ايري دي فلا التفكر والاعتبار يكون في امور عديدة خدون سي سمازي تفكر قولي عبرت فادي ايدي بوتوري اللار ولي اللار مومن اترى اللار نصرت قجي دي كنا بافا سنتقرون والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله رد تأييد قجدي نصرت قجدي الله رد من شاء الله رد زارسا يعني مزي عبرة سي أخلو على الله عند الله صازا دي دي أغا الزمن أمة تراجو تقرار دي الله جل وعلا صازا دي دي ككنبا فاسنتا قرون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار منافقك عند اليهود زي ترى نزر غر ريباعي فلي بوتر تاعي زي تدخوي فجي مسلمان كاميه بيود ديان باتو مؤمنك اللي ترى غرر خراب غرر فاعتبروا او أخل منال يعني تو عبرت حاصل غر الله رمضي مؤمن رنصرت غر ديان عند الله فرعون ناري خند الله الله رمضي دفع فلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني ما زي عبرة سي تلين دي الله عبرة فادي الله را دوندر مخلوق سدين ركا كنبا فسنتقرن
رب العزة والجلال اتطر مخلوق فيدا قد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار دين رج سبحان الله الله تفيدا قد دين زي بعض رتير رج بعض دين اير يعني ما زي عبرة سي أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها زمن ركسا خدون الله رمزي زمن مازي روار إن في ذلك لآية يعني مازي عبرة إن الله عبرة فازة دي في إخراج الله للمخلوقات من بين الأمور المتضادات سبحان الله خوري خنتو لور إن الله في خانر دوني مازدتو الله جل وعلا دو ترني لا إله إلا الله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين عند الله صو حزق صد عند الله أنقرت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون تلب فس تقرا عبرة أي دير بتري بالتاريخ وقصص الأمم السابقة تاريخ ركا كان بافسان أقول زمن رمو ترقص ركا خصوصا ما ذكره الله خاص قري الله القرآن والذكر الجدي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار ما كان حديثا يفترى لقد كان في قصصهم عبرة قصة زدون قرآن والذكر الجدي بقول ما زال الأرض عبرة ركي عند الله عبرة تفكر قران في أحوال قرابتك يقنا قشي زين مرقي قوي كم كنت تعرف أفناهم الموت واستبقاك تمي باقي تاجي يقول ترى الدنيا رئر دي فلي رسول الله عليه الصلاة والسلام زور القبور فإن فيها عبرة خبر زيارة قرى خبر السانة هذه عبرة تحسي أرك حديث وضرد فإن تذكركم الآخرة فأرى رأي آخرة رياد قال أجيبه يا دل أجيبه كي خبر زيارة قل لي عند الله تفكر قران في أحوال الدنيا وتقلباتها دنيا ركا سوح سبحان الله وخاصة عرار اي وقت مازي خنتو خوري توانگر ركا توانگر خدون فقير وقيوي خند الله زاغ زمين والا كم من رئيس أصبح مرؤوسا خدون براشيل يا لما تفريقي وقوي عمر بن عبد العزيز ادن زتت خندي بتو سوال قجي بيخد فكرتو في الدنيا ولذاتها وشهواتها دنيا ركا مازا شهوات ركا بافي سايري خاندت دي فاعتبرت منها بها انتو عبرت حاصل قد يكيا شهوة خدين فورا جاقوي اينار صزا باقيتا جاقوي يانما زي عبرت عبرت حاصل قري أكل الله من ذلك تفكر الإنسان في خلق الله لا الله رمزي اي مخلوق إنسان رفو دا قد جدي إبا خن حالة أشيل خنتو خن حالة طي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الله رت عظيم قراء توارا رح كين قرير خنتو خدور مذي الله رت شنرت دار دارت وي برا آخري موت فجنته هون سار عندي الإنسان تفكر قران خنا خدي أنا رك كين قرير خنا توارا رف فونسر فلينظر الإنسان إلى طعامي كين قرير خنا توارا كير فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربي إنه مطين بقول لك بافي سلي الله شكر ياري قران يي والإقبال على طاعة الله طاعة قران يي قران ما زي بشبشي دليل عقلي دليل آخر لبوزي فردك في كل شأن مما عرض له كتاب الله كتاب الله فهل من متفكر فيها خذون عبرة قرآن تفكر قري يا سني إن إلا تفكر خذون فائدة فوائد التفكر كي عبرة حاصل قل لي إيمان مزبوطة إيمان بيشة عبرة الله الخوف بيشة الله ركا عشاء أمي إنساني حقيقة مخلوق حقيقة إنسان رزانا دنيا ربابتي دنيا حقيقة دنيا يان زائلو زي بقو دي آخرة إكا آخرة تيار يبدي لما زي فكري عبرة مزي عبرة حاصل قل لي بندتو يان بوز أيدي ين الله رزيك قلبت شانتي أي نصت اطمين مان فا يبتو بوز بيشا هوشياري سالاكي ولا حكمة باري عبرة أدي تفكري إنساني بوزي فارد آخري أنجم كيوي بودي
تفكر غري انساني ياندري فردي يدرك المر قدره ربي الله خطر قدور قدره رقي الله العظمت الله رو انصاف الله رو رحمت الله حكمت الله ملكيت كين كين دنيا صل الدين دي لما زي الله زن التصرف ادوم مخلوقات ينر سبحان الله ام بيقول الله رو نعمت ديان دي لتاي بالتفكر والاعتقال والاعتبار ينتقل العبد الى حمد الرب بوزي بافي سنتي عبرة حاصل قري من داي الله ركا روجو الله شكري قري الله نعمتر آخرة الله تيارا وإذا غذي القلب قلب زد تمازي تذكر ليري غذافا تفكر ليري با فانيفا آفاتت سلامة التا ايتونا تبت حكمة اي الله جل وعلا آرى بقنر الله رأى آيات التفكر قري عبرة حاصل قري عبرت حاصل قري الله رك إقبال أو يا طاعة لي بانوك الله جل وعلا أرب قنري خراف إريدويا الله رك إقبال أو يا بانوك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى